السلام عليكم، الله يجزيكم بخير. هذه رامسة، هاي رامسة. هذا العنوان بلوك 107 الرقم 59. الله يجزيكم بخير، وشهرين وانا كنعيط لكم باش تجيو تصلحوا هذا المشكل هذا، وكجيتو وهرستو حجرها وخليتوه ومشيتو، قلتو حتى الصباح ونجيو نصوبو وما بقيتو جيتو تصوبو. الله يجزيكم بخير على المسؤولين على هذه الرامسة هذه. واش نتوما حشوم عليكم؟ ديروا شويه من خدمتكم، الله يرحم الوالدين. واش حنا نبقاو نعيطوا لكم شهرين وحنا كنعيطوا لكم وما كتجيوش باش تجيو تهرسوا الحجر وتمشيو؟ شوف الماء كيفاش غادي مع الطريق، شوف شوف الماء. واش نتوما كتقولوا بان عندنا مشكله ديال الماء، وها نتوما كتخليوه فويت اكثر من شهرين وحنا كنعيطوا عليكم اكثر من شهرين، وفي الاخر ما كتجيو وما كتعيطوا. دابا عاوتاني الله عيط، هضر معايا واحد السيد قال لي انا العاديه كنديرو كنكتب الرابور وكنصيفطو ليهم، ولكن هما ما كيجيوش. الله يجزيكم بخير، المسؤولين راه مسؤول على رامسة. الله يهديكم، الله يجزيكم بخير لما يشوفوا لنا هذا المشكل هذا. واش حنا تنعودوا مضطرين ان نشروها ونهضروا فيها وعتجيو باش تصلحوا لينا عطاب اللي غيدي لكم 10 دقائق كنخسروا الاطنان ديال الماء، المكعبات، الالاف ديال المكعبات، لان هذا المشكل هذا 24 ساعه على 24 ساعه. الله يجزيكم بخير ما تشوفوا في حالنا وتشوفوا صوبوا هذا العنوان ديالنا 107 بلوك 107 رقم 59 الشارع اكادير. المسؤولين على رامسة، الله يهديكم. السلام عليكم.